السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناتي وفي حلقة جديدة من حلقات ممثلين زمان ونجومنا الخالدين. هنتكلم عن ممثل قديم من ممثلين الزمن الجميل اسمه مختار عثمان. الفنان مختار عثمان هو مولود في ساحة سليم في أسرة عمل أفرادها بالسياسة، وهو أحد الذين أسسوا نهضة المسرح المصري الحديث واشتغل على مسرح رمسيس. سافر أوروبا ودرس التمثيل وظل يرفض العمل بالسينما لفترة طويلة إلى أن أقنعه بذلك صديقه أحمد بدرخان وطلعت حرب من مسرحياته الشهيرة الولدان الشريدان ومسرحية إلا خمسة. مسجل لي حوالي 45 عمل فني، منهم أوبريت العشرة الطيبة، فيلم حوادث كشكش بيك، فيلم عنتر أفندي، فيلم ملكة المسارح، فيلم وداد، فيلم وراء الستار، فيلم خادمتي، فيلم الدكتور، فيلم العزيمة، فيلم قلب المرأة، فيلم عاصفة على الريف، فيلم عريس من اسطنبول، فيلم ابن الصحراء، فيلم ستات في خطر، فيلم أولاد الفقراء. وأيضا الفنان مختار عثمان تاريخ ميلاده كان 13 مارس عام 1898، وتاريخ وفاته كان 19 مايو عام 1964. كنا نتحدث عن الفنان الراحل مختار عثمان وممثلين زمان ونجومنا الخالدين. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من كامل أفعال.